نيجي مرة تانية على الحرب 67 و73 وحتى الحرب الأخيرة اللي احنا قعدنا تقريبا فيها 10 سنين، اللي هي يعني كنا بنجابه فيها يعني فكر منحرف متطرف استباح دمنا واستباح مستقبلنا، استباح دمنا واستباح مستقبلنا، انه يخرب بلدنا زي ما الدول كتير اتخربت وزي ما الدول كتير راحت. فكان متصور انه ممكن يعمل ده، ولكن برضو باخلاص ودماء ابنائنا سواء اللي استشهدوا او اللي اصيبوا كان فضل كبير قوي من ربنا علينا ان تنتهي بفضل الله باللي احنا اتحقق لغايه دلوقتي. طب انت قلت الكلام ده قبل كده صحيح، طب بتكرره كتير ليه؟ لازم نكرره زي ما احنا كده بنكرر عشان نبقى دايما فاكرين ودايما ما ننساش ان في تمن الدفع في البلد دي عشان تستمر وعشان تبقى آمنة وسالمة، وفي الآخر تبقى اللي اتعمل ده كله في رقبتنا كلنا، رقبتنا كلنا من أولنا وإحنا نازلين، ويبقى الحفاظ عليها والعمل على أن هي تتطور وتطلع لقدام ده ضريبة لازم ندفعها كلنا. وأنا بقول كده يمكن مقدمات الأزمة الكبيرة اللي احنا عشناها بقالنا أكتر من 4 سنين دلوقتي، كورونا وبعدين الحرب وبعدين الحرب.